مواهب، مديرة مؤسسة مبادرة للشباب والمقاولة. اليوم أنا في كنت واجد بجماعة ويسلان عاملة مكناس من أجل اجتماع تنسيقي مع شركة الفرج والسيم من أجل يعني تنظيم لقاء تحسيسي حول نظام المقاول الذاتي. بصدفة لقيت بأن كاين واحد القافلة طبية منظمة من طرف الشركة اللي تستهدف واحد الشريحة عديدة من سكان هذه الجماعة، نساء، رجال، أطفال أيضا، واللي كيتواجد طاقم طبي رفيع المستوى في عدة اختصاصات. أيضا كاين حتى صيدلية من أجل منح يعني الأدوية اللي هي لهاد الناس المستهدفين. مستفيدين من هذا المنبر كنأكد على ان ان شاء الله هذا الشيء تيزيد ياكد من العزيمه ديالنا على ان تكون عندنا اشتغال ان شاء الله في المستقبل على برامج عديده مع شركه لافارج هولسيم. وكنتمنى ان الساكنه ديال جماعه ويسلان تكون حاضره بقوه يوم اللقاء التحسيسي حول نظام المقاول الذاتي اللي غادي يكون يوم 17 ديسمبر 2019 في القاعه ديال المنتجع ديال المنزه. وشكرا.